اخوي بعلي لو يعني ينتهي الوقت ولا يطلع الطير. هذه صدمة، هذه صدمة. ما شاء الله ابشرك انه طلع يستاهل. ما شاء الله غضب يا غضب. ما شاء الله ابشر بالخير ان شاء الله. جناح جناح اللي شايف، الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله، غضب يا غضب. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك. داري يحول، داري يحول يحول. ما شاء الله يذبح عادي بعادي. الف الف مبروك لاخوي فهد بن سعد المهندي بطيرة غضب، حصوله على المركز الخامس. اخوي ابو علي يعني شفنا 6 طيور في النهائي، الطيور كلها طيبة الله يبارك. أول شيء مبارك لهم كلهم اللي تأهلوا بالمركز الأول للمركز الخامس.